نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة اليوم السابع المصرية التي نطالع منها. جوجل تبدأ توصيل المنتجات بطائرات من دون طيار في استراليا. جاء في تفاصيل الخبر، أعلنت شركة بروجكت وينغ التابعة لجوجل عن انطلاق مشروع لتسليم المنتجات مباشرة إلى منازل العملاء في جنوب شرق استراليا، إذ بدأت بتوصيل الطعام من سلسلة مطاعم مكسيكية والأدوية من الصيدليات للعملاء في مناطق ريفية في البلاد. نقرأ من صحيفة الغد، الأردنية مصرية تحول شقتها إلى مقبرة قطط مذبوحة. تلقت جهات مصرية بلاغات عديدة بانبعاث روائح كريهة من شقة امرأة مسنة تعيش بمفردها وتقوم بتحركات مريبة، يتجمع عشرات القطط أمام شقتها ثم تختفي بعد ذلك. وبشرت الجهات بالتحقيق في البلاغات، وتبين أن المرأة يتواجد بشقتها مقبرة جماعية لمئات القطط. صحيفة الأيام البحرينية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم، جوجل تطلق برنامجا أمنيا لحماية بريدها الإلكتروني. قالت شركة جوجل إنها ستطلق برنامج حماية متقدم لبريدها الإلكتروني من أجل توفير أمان أقوى لبعض المستخدمين مثل المسؤولين الحكوميين والصحفيين الذين هم أكثر عرضة لاستهداف القراصنة. وبحسب الشركة، فإن البريد الإلكتروني للمستخدمين سيتم تحديثه أمنيا بشكل دوري للتعامل مع التهديدات الناشئة. ومشاهدينا، نقرأ من صحيفة القبس الكويتية، عشاق أينشتاين يجمعون أموالا لإنشاء متحف له. تسعى جمعية أهلية ألمانية تضم مجموعة من المعجبين بعالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين إلى تأسيس متحف له في مسقط رأسه بمدينة أولم الألمانية. ووفق تصورات الجمعية، فإن من المخطط أن يقدم المتحف نظرة شاملة وممتعة عن قصة حياة أينشتاين وأهم اكتشافاته العلمية. ختاما مشاهدين، من صحيفة البيان الإماراتية، شركة صينية تكشف عن هاتف ثوري جديد. كشفت شركة ZTE الصينية عن هاتف ثوري جديد قابل للطي، يتميز بوجود شاشتين يمكن استعمال كل منهما على حدة أو دمجهما معا. ويحتوي الهاتف الذي يحمل اسم إكسون أم على شاشة من كل جهة، لكن يمكن بسطهما معا فيما يشبه الكتاب، ويمكن استخدام مهمتين مختلفتين كل منهما على شاشة في الوقت ذاته.